ومن بيروت ينضم إلينا رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية ليطلعنا على آخر المستجدات الميدانية. وماذا لديك إذا رمضان فيما يتعلق بالقصف المستمر، القصف الإسرائيلي المستمر؟ يعني منذ قليل كانت هناك غارة على الضاحية الجنوبية استهدفت أحد الأحياء ودمرت عدد من المباني السكنية للمدينة، وكانت الغارات استمرت منذ الأمس وحتى ساعات هذا الظهر من اليوم. ثم في الساعات الماضية، في الأربع خمس ساعات الماضية، كان هناك توقف وتقطع في هذه الغارات، ولكن ما عادت من جديد منذ قرابة 10 دقائق في استهداف إحدى الأحياء في منطقة الضاحية الجنوبية. وعليه فإن هناك انتقلت أيضا فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى تلك المنطقة لمحاولة انتشال الجرحى والشهداء بعد هذه الغارة الإسرائيلية. خاصة كان منذ قليل ارتفع العدد الخاص بالشهداء إلى أكثر من 1640 شهيدا منذ الضربات الجوية على جنوب لبنان بشكل عام والضاحية الجنوبية، وارتفع أيضا عدد الجرحى إلى أكثر من 8500 من الجرحى كما أعلن وزير الصحة اللبناني. المشهد الآخر أيضا هنا في العاصمة بيروت، وهذا الذي جاء بعد إعلان حزب الله عن استهداف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وهو حالة من الترقب والحذر في الشارع اللبناني بشكل عام. كان هناك حالة من الهدوء ما زالت تسود العاصمة اللبنانية بيروت حتى هذه اللحظة. العديد من المحال التجارية أغلقت أبوابها، الكثير من الطرقات ليس بها خطوط سير كثيفة للسيارات، حركة هادئة بشكل كبير في انتظار ما ستؤول إليه الساعات القادمة. أيضا كان هناك بعض المواقف السياسية من مختلف السياسيين هنا في الساحة اللبنانية السياسية، منها ما جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري الذي قال إن اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدا، وصفا ذلك العمل الاغتيال بأنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلا. أيضا وليد جنبلاط رئيس السابق للحزب التقدم الاشتراقي الذي قدم التعازي أيضا في اغتيال السيد حسن نصر الله، وقال إنه محطة كبيرة ومفصلية في الحرب المستمرة. أيضا وليد جنبلاط يعني في تصريحاته أكد بتقديم التعازي لحزب الله وجمهوره ونصر الله التحق بقافلة طويلة من الشهداء على طريق فلسطين. أيضا كان هناك بعض التعازي الأخرى والمواقف التي تم رصدها على الساحة اللبنانية للرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود الذي قال أن نصر الله انتظر هذه اللحظة طويلا، وهي انضمامه إلى ابنه وإلى قافلة الشهداء، وعلى لسانه قد منحنا في حياته الوسام الأغلى وهو لقب الرئيس المقاوم، ونعده بأن نبقى على العهد تماما كما كانت الأجيال التي نشأت على نهجه خلال 30 عاما من قيادته. أيضا كان هناك حزب التقدم الاشتراقي الذي يؤكد أن هذه اللحظة أيضا هي من اللحظات القاسية، ودعا إلى ضرورة التكاتف والتضامن على كل المستويات في مواجهة العدو الإسرائيلي. أيضا كان هناك بيان من هيئة الرئاسة في حركة أمل التي نعت في السيد حسن نصر الله، وجاء هذا البيان بأنه التحق بقافلة أيضا من الشهداء، وأيضا قالت أن هيئة الرئاسة في حركة أمل قيادة ومجاهدين تشاطر الإخوة في حزب الله وكل المقاومين أسمى آيات العزاء والتبريك، وأيضا دعوا إلى وحدة الصف والتضامن داخل الساحة اللبنانية. أيضا كان من ضمن أيضا الحركة التي رصدناها في لبنان وتحديدا في العاصمة بيروت هي حركة النزوح الكبيرة التي ما زالت مستمرة طيلة يوم أمس وحتى هذه اللحظات من خلال العديد من الأسر التي خرجت من الضاحية الجنوبية بعد هذه الاستهدافات الكبيرة بالأمس، ولازالت الاستهدافات حتى هذه اللحظات على أحياء مختلفة من الضاحية الجنوبية مثل حي الشويفات وسان تريزا وحي الحدث وغيرها من هذه الضربات الإسرائيلية التي تتوجه إلى أغلب المناطق هناك في الضاحية الغربية، خاصة بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بيانا بإخلاء بعض المنازل ومدعيا
وزعما أنها بها أسلحة لحزب الله وأن على المواطنين أن يخرجوا من هذه المنازل لا كون بها أسلحة، والابتعاد عنها لمسافة تقدر ب 500 متر. إذا حتى بعد الضربة الكبيرة التي شهدناها أمس في منطقة حارة حريك وهي الاستهداف المقر الرئيسي لحزب الله وعدد من المباني الأخرى على الفور، كانت هناك حركة نزوح كبيرة شهدتها الضاحية الجنوبية، ليس أيضا من اللبنانيين وحدهم ولكن من الجنسيات الأخرى النازحة أصلا من بلدان أخرى. نعم، وهنا رمضان نود أن نسمع منك أكثر عن الشارع اللبناني وخاصة في بيروت وأنت فيها. حدثتنا عن ردود الأفعال سياسيا وتصريحات وبيانات صادرة أيضا عن شخصيات اعتبارية سياسية في لبنان لها وزنها، وتحدثت أيضا عن أن الشارع اللبناني الآن في حالة من الهدوء وبأن هناك حالة من الترقب والتوجس مما حدث. نزوح أيضا، حدثنا عن الشارع اللبناني، عن الخدمات، ما هي الخدمات المتوفرة، هل يستطيع اللبنانيون في بيروت أن يعيشوا بشكل طبيعي، يقوموا بشراء احتياجاتهم، أيضا وضع المستشفيات وما إلى ذلك؟ نعم، يعني الشارع اللبناني حتى بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم استهداف الأمين العام لحزب الله أمس كانت الحياة تسير بشكل طبيعي، حتى جاء البيان الخاص من حزب الله بتأكيد استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، سدت حالة من الهدوء الحذر في أغلب شوارع مدن بيروت هنا وهناك، المحال التجارية التي أغلبها أغلق بشكل كامل، وهذه يعني طبيعيا ما ستسفر عنه الساعات القادمة سواء من ردود أفعال من جانب حزب الله أو ردود أفعال أخرى خاصة بالعمليات والغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، كل هذا سوف يعني جعل المواطن اللبناني يكون في حالة من الترقب لما ستسفر عنه الساعات القادمة. على الجانب الآخر الجانب الحكومي، هناك مؤتمر لرئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الذي سوف يعني يكون هناك مؤتمر وبيان خاص ومؤتمر صحفي لشرح ما يدور في الأحداث وكذلك ما تقوم به الحكومة بمختلف وزاراتها على كل الأصعدة سواء الأصعدة الصحية أو سواء على وزارة الشؤون الاجتماعية، كل هذا يتم بشكل دوري. وكذلك أيضا بعدما عاد رئيس تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك متجها إلى لبنان، هذا أول مؤتمر سوف يكون فيه للرأي العام لتوضيح ما تسير به الحكومة في مختلف وما تم في نيويورك أيضا. طيب رمضان أخيرا، إذا ما تكرمت، والعودة إلى الشارع اللبناني والوضع الميداني أيضا فيما يتعلق بالقصف الأخير الذي تحدثت عنه في بداية هذه المداخلة، هل من أسباب واضحة لهذا القصف، هل هو في المناطق التي يوجد فيها ظهير لحزب الله مثلا، أم يعني أي مناطق سيتم استهدافها الآن بعد اغتيال حسن نصر الله؟ الضاحية الجنوبية كانت في الواجهة طيلة الأيام الماضية من جراء الغارات الإسرائيلية بشكل كبير، والضاحية الجنوبية هي معقل أنصار حزب الله وبها يعني مقرات عديدة لحزب الله وكذلك أيضا المناصرين لحزب الله في الضاحية الجنوبية. هذا الاستهداف لم يكن الأخير من نوعه الذي حدث من قرابة يعني 10 دقائق من الآن الذي تم استهداف أحد المنازل أو إحدى عدد من المباني في الضاحية الجنوبية حتى الآن، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك معلومات وتفاصيل متوفرة عن مكان هذا الاستهداف عن الأسباب والمكان. ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال دعا أمس في بيان له بإخلاء بعض المناطق في الضاحية الجنوبية، وكذلك يعني عدد الأهداف التي تم استهدافها من قرابة أكثر من 140 هدفا في الضاحية الغربية كان على إثرها، وهذا في يوم أمس فقط وحتى الساعات الصباح الأولى عدد كبير من الغارات التي شنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية أسفرت حتى الآن عن عدد الإجمالي الذين ذكرناه 1600 بشكل عام في هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى الضاحية الغربية بشكل عام. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية.